www.wedadnation.com. السلام عليكم يا هلالي، مرحبا بك عندنا في موقع www.wedadnation.com. إذا بغيتي تقدم نفسك لجمهور الوداد. شكرا زهيرة، ولي الشرف أنني ندوز في هذه الاستجابة. زكريا الهلالي لاعب فريق الوداد البيضاوي من المدرسة. كان عام بريطي لأكادير كما كيعرف الجميع، فالعودة إن شاء الله كنتمنى تكون بالأفراح وبالألقاب إن شاء الله فريق الوداد. إن شاء الله. دونك أنت ولد الوداد من الصغر في المدرسة الودادية؟ من كادي، كادي جونيور سي. وإين عام تحقتي بفريق حسينة أكادير؟ 2010-2011. إحنا بغينا نعرفو زعما السبب الرحيل ديالك لفريق حسينة أكادير. كان شنو نقول لك، فريق حسينة أكادير عيط للاعب الهلالي زكريا، فكان عن طريق طرف دخل في هذه الصفقة حسن بن عبيشة اللي كنشكرو واللي واقف معنا ديما. فاش غادي نقول لك، زكريا الهلالي ما كما تقدر تكون غلطة، ما صبرتش باش نثبت المكانة ديالي في فريق الوداد البيضاوي، فأنا قلبت باش نلعب لي ماتش أيوغ زعما، والحمد لله العودة دابا رجع زكريا الهلالي للوداد البيضاوي وإن شاء الله يكون خير. وكيفاش رجعتي؟ فكرتي عاد ترجع لفريق الوداد البيضاوي؟ ماشي فكرت، في الكونطرا ديالي اللي كانت تمكن لي انني نرجع فريق الوداد البيضاوي، فلحد الان كلشي باقي ما يعني باقي ماشي باقي ما تعطاتش اللائحه الرسميه، يعني باقي ما كاينش زكريا الهلالي 100% فريق الوداد البيضاوي، اي لاعب باقي ما كاينش 100% فريق الوداد البيضاوي، ماشي غير زكريا الهلالي. تتعطى ان شاء الله لا ليست فينال باش تكون ديك الساعه الرسميه ديال اللاعب. ان شاء الله. مؤخرا كاين واحد الفئه كبيره من الجمهور الودادي ولا كيطالب برحيل المدرب بينيتو بسبب النتيجه السلبيه ديال الماتش الاخر كونتر لو ستاد المانيا، وخا تعادلنا 1-1. باقي الحظوظ امام فريق الوداد البيضاوي باش تاهل ان شاء الله للنصف النهائي، ولكن انك في عقل دارك وتعثر امام ستاد مالي فهي صعيبه شويه. ملي تنقول اختيارات المدرب كيبقاو المدرب، ما كيبقاوش الجمهور ولا الاداره التقنيه ولا اللعابه، كتبقى يعني لو شوا كياخذوا المدرب ولا لا ريسبونسابيلتي كتكون على المدرب، يعني ما كاينش ما نقدروش لا المدرب خصو يمشي ولا المدرب خصو يبقى. هذه هضره ما نكذبش عليك، هضره الحياحه، سمحي لي نقدر نقول لك بهذا المعنى. هذه دوك الحياحه اللي كيجيو اللي ما كيعرفوش يتفرجوا في الكره وما تيقولوا المدرب خصو يمشي، لان انا كلاعب وماشي حيت المدرب ديالي غادي نشكره ولا شي حاجه، كلاعب فريق الوداد البيضاوي في هذه الاونه مع واللي كيشرف على التدريب ديالي هو السيد فلورو بينيتو، فمدرب على مستوى عالي جدا، فدرب فريق ريال مدريد. ريال مدريد راه كيعرف الجميع، ريال مدريد العالم كامل كيعرف ريال مدريد، فمايمكنش انك انت تقول المدرب خصو يمشي هو باقي ما لعبتش. ما نقدرش انا نقول لك لعب الروتور ذاك العام حقق نتائج ايجابيه، الوداد كان في مرتبه متاخره ارتقت للمرتبه الثالثه، ف ما نقدروش ماتش ولا جوج خصو ديما يربح، راه الكره فيها خسران وفيها تعادل وفيها ربح، راه ماشي ديما خصو يربح المدرب ولا الفرقه الوداد ديما خصها تربح. فتنقول الجمهور يصبر شويه ان شاء الله ويكون خير من بعد. زكريا دابا انت كلاعب، شنو الراي ديالك في الضعف ديال اللياقه البدنيه اللي ولات عند تقريبا جميع اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي؟ انا كنفسر حاجه واحده، وان رمضان كان فصعيب انك تخدم اللياقه البدنيه 100% زعما صعيب شويه. تنتمنى شويه ديال الصبر ان شاء الله غادي كلشي غادي يتحل. فاللياقه البدنيه كتبغي تطلب وقت وكتطلب حصص تدريبيه كثيره يعني وطويله، فهمتي، يكونوا لي سيونس دونطريمون على مده طويله. فتنتمنى من الله يلا خرج دابا رمضان بشي 5 ايام ولا 6 ايام، اون سيمين باقا ما كملاش، فكان ان شاء الله غادي نفتح حصه ان شاء الله ونبدا نديرو جوج حصات في اليوم وغادي ان شاء الله تتقاتلو. زكريا شنو كيظهر لك في التركيبه البشريه اللي كاينه دابا في فريق الوداد البيضاوي؟ واش بامكانهم يديروا شي حاجه في هذه البطوله، سيرتو هذا العام بطوله مهمه بزاف واللي غيفوز بها غيتاهل ديريكتومون لنهائيات كاس العالم للانديه؟ انا شنقول التركيبه البشريه اللي كاينه في فريق الوداد البيضاوي ماشي غير البطوله، فالبطوله وكاس افريقيا الاتحاد الافريقي وكاس الاتحاد الافريقي ديال العام المقبل ان شاء الله، فالتركيبه الحمد لله متكامله، عندنا جميع لي بوست نقولوا لي دوبل دي بوست كاينين بزاف، وهذا اي كما تيقولوا الفريق اللي تكون قوي اللي تكون عنده احتياط قوي، فالحمد لله كتشوف كنشوفوا اللي شدينا بوست بوست غادي نلقاو لي دوبل بوست كاينين بزاف، فان شاء الله كنوعد جمهور الوداد البيضاوي ان شاء الله بحصد اكثر عدد اكثر من الالقاب ان شاء الله في هذه الموسمات. زكريا مره اخرى كنشكرك، وكان شرف كبير لينا انك رحبتي بالدعوه ديالنا، وكنطلب منك تلقي كلمه اخيره لجمهور الوداد. شكرا لك زهيره، ف انا ليا الشرف ان ندوز في سيت www.wedadnation.com،
فتنتمنى من الله ما تكونش اول واخر مره، كنتمنى من الله تكون مرات اخرى عديده. وكان واعد الجمهور الودادي وبالاخص موقع انصار وداد ناسيون بوان كوم، لان الوداد ان شاء الله غادي تفرحهم هذا العام ان شاء الله. زكريا الهلالي، كلمه اخيره للجمهور الودادي. هذا حاجه عندي كلمه. وداد ناسيون بوان كوم.